هل أنت مدمن على الإنترنت؟ السلام عليكم. هل تقضي وقتاً أكثر من اللازم على الإنترنت؟ هل أثر الإنترنت على سلوكاتك؟ إليك هذا الاختبار النفسي لمعرفة إن كنت من مدمني الإنترنت أم أنك تستعمله بشكل معقول. طريقة إنجاز هذا الاختبار: أجب عن الأسئلة الموالية بنعم أمام العبارات التي تنطبق عليك، وبلا أمام العبارات التي لا تنطبق عليك. وإذا كانت العبارة تنطبق عليك بعض الأحيان فأجب أحيانا. أعطي نفسك درجتين على كل إجابة بنعم، ودرجة واحدة على كل إجابة بأحيانا، وصفر درجة على كل إجابة بلا. لنبدأ على بركة الله. السؤال الأول: أتصل بالإنترنت لفترات طويلة في اليوم الواحد تصل إلى 10 ساعات أو أكثر. السؤال الثاني: أشعر أن علاقاتي الاجتماعية مع أصحابي ومعارفي أصبحت ضعيفة. السؤال الثالث: أعتقد أنني مدمن إنترنت فأقاربي وأصحابي يقولون ذلك عني. السؤال الرابع: التفكير في الإنترنت قليلاً ما يفارق خيالي حين أتواجد في عملي أو دراستي أو بين أصحابي وأهلي. السؤال الخامس: يصيبني الإجهاد والتعب في عيني أو يدي أو في ظهري من كثرة الجلوس أمام الكمبيوتر أو استعمال الهاتف. السؤال السادس: أشعر بالرغبة في الحديث عن مغامراتي في الإنترنت مع معارفي وأصدقائي. السؤال السابع: تتملكني الرغبة حين أغلق الكمبيوتر بالعودة إليه بعد قليل أو أعاود فتح الهاتف للاتصال بالإنترنت مجدداً. السؤال الثامن: أشعر أنني أجد احتراماً واهتماماً على شبكة الإنترنت أكثر مما في غيره. السؤال التاسع: جلوسي على الإنترنت يؤخرني دوماً عن مواعيد الغداء والعشاء أو لقيا الأصحاب أو النوم. السؤال العاشر: غلق جهاز الكمبيوتر أو الهاتف هو آخر ما أفعله قبل النوم، وفتحهما هو أول شيء أفعله بعد الاستيقاظ. السؤال الحادي عشر: أشعر من كثرة جلوسي أمام الكمبيوتر أو اتصال بالإنترنت على الهاتف أن حياتي المهنية أو دراستي متعثرة. السؤال الثاني عشر: أستمر في الجلوس أمام الإنترنت أو اتصال بالإنترنت الهاتف حتى ولو شعرت بالتعب أو النعاس. السؤال الثالث عشر: أشعر بالندم حين أقضي فترات طويلة بالإنترنت. السؤال الرابع عشر:
قضاء وقت طويل بالإنترنت أصابني بالكسل. السؤال الخامس عشر: ينتابني غضب كبير وضيق شديد عند انقطاع الإنترنت عني لسبب من الأسباب. نصل الآن إلى نتائج الاختبار. إن حصلت على درجات من 21 إلى 30 فهذا يعني أن لديك درجة مرتفعة من أعراض الإدمان على الإنترنت، والتي تستلزم تدخلاً إرشادياً لدى متخصصين في الإرشاد النفسي. إن حصلت على الدرجات من 16 إلى 20 فهذا يعني أن لديك درجة متوسطة من تلك الأعراض، ويمكنك التغلب عليها ببعض السيطرة على نفسك. إن كانت لديك أقل من 15 درجة فهذا يعني أنك لا تعاني من تلك الأعراض وأنك متحكم في علاقتك بالإنترنت. شكراً لكم وإلى اللقاء.